السلام عليكم ومرحبا بكم، ياكم دكتور عمر القيسي، واليوم راح أتكلم عن الفطر الأسود اللي سوى ضجة في الآونة الأخيرة، وشنو حقيقة هذا المرض وشنو ممكن إشاعات تجي عليه. طبعا هواية من الناس توجسوا من هذا المرض لما سمعوا أكو شيء اسمه فطر أسود، وطبعا قسم من الممثلين انصابوا به، أبرزهم الممثل الراحل سمير غانم الله يرحمه. يعني صار نوع من الخوف عند أغلب الناس، هل ممكن كلنا نصاب به؟ هل هذا كورونا جديد أو راح نموت كلنا بسبب المرض هذا؟ فصار نوع من اللغط حول الموضوع، فحبيت شوي أوضح الموضوع. طيب، هذا المرض اسمه العلمي، الاسم الدارج هو البلاك فانجل أو الفطر الأسود، بس هذا الاسم الدارج هو مو الاسم العلمي. الاسم العلمي هو ميوكور مايو كوسيز، ميوكور مايوكوسيز. شنو هذه ميوكور مايوكوسيز؟ لو نجي نتكلم كمصطلح لاتيني، ميوكور يعني عفن عفن، ومايوكوسيز يعني فانجل انفكشن أو أمراض أو إصابات، التهابات فطرية أو مرض فطري. طبعا يسمى بالعربي الفطار العفني، بالعربي يسموه الفطار العفني، او يعني الاصابات بالمرض العفني الفطري بهذا المعنى، فهذا يعني يترجم الى ميوكور مايوكوسيس. هذا المرض هو مرض فطري حاله حال امراض كثيره. لازم تعرفوا انه الامراض الفطريه هي ليست امراض قويه، يعني الفانجل انفكشن او الامراض الفطريه هي امراض ضعيفه اغلبنا احنا الان متعرضين لها. وهذا المرض ترى هو مرض قديم، يعني هو مو مرض استجد ويا كورونا، هذا المرض موجود من قبل لكنه كان نادر، أو خلينا نقول أقل حدوثا بسبب أنه أغلب الناس مناعتها قوية. أنت جهازك المناعي يحتوي على خلايا دفاعية بكل كفاءة قادرة أنه تقضي على الفطريات. الفطريات بالنسبة للجهاز المناعي شيء سهل جدا القضاء عليه. شو وقت تصير المشكلة؟ لما يكون الجهاز المناعي ضعيف أو منهك، وبالتالي ما يكون قادر على مواجهة هذه الأمراض الفطرية، عندها تحصل الكارثة اللي شفتوها أو اللي سمعتوا بيها، واللي نوعا ما الناس ما فهمتها وتصوروا أنه كل واحد ممكن ينصاب بهذا المرض ويموت. اللي لازم تعرفوه أنه هذه الفطريات أغلبها تنتقل من خلال سبورز، اللي هي تنثر بالجو أبواغ الخاصة بيها، هي خلايا صغيرة تكون جسم الفطر الأكبر، يعني عبارة عن خلايا تلتم مع بعضها وتسوي لك فطر. هذا الفطر اللي تشوفوه ممكن الخبز المتعفن أو غيره اللي تشوفون عليه فطريات. فالمهم وبالأخير تنشر أبواغها وموجودة بالهواء، فهي مو فد شيء أنه تقدر أنت تختفي من عنده أو أنه ما تشوفه، أو مو موجودة أصلا في البيئة بالهواء حولنا وغيرها. لكن المشكلة وهنا تظهر المشكلة، لما يكون الجهاز المناعي غير كفؤ وبالتالي عندك مشكلة بالجهاز المناعي، تظهر مشكلة هاي الأمراض. هاي الأمراض أو هذه الفطريات لها قدرة على الانقسام بشكل سريع جدا، ونفس الوقت تبدأ تستهلك وتبدأ حرفيا تاكل من خلال الجسم المضيف لها لما يكون ضعيف وما عنده جهاز مناعي. لكن بوجود جهاز مناعي كفؤ، حتى جهاز مناعي ممكن متوسط الكفاءة، أنت ما راح تشوف أي مشكلة بالفطريات. نادرا ما تشوف في هاي الحالات أنه عندك مشكلة بالفطريات، أغلب المشاكل تكون بكتيريا فيروسات، أما فطريات فقليلة. شو وقت تظهر؟ قلت لكم لما صار عندك مشكلة بالجهاز المناعي، وهسه راح نبدأ نفهمها أكثر. إحنا بالجهاز المناعي عندنا خلايا وظيفتها أنه تقتل الفطريات. طبعا عندنا خلية اسمها البلعم الكبير مايكروفيج، اللي طبعا إضافة إلى وظائف ثانية كثيرة لها، تقضي على البكتيريات على غيرها. المهم فإضافة إلى ذلك هاي المايكروفيج تمام تقضي لك، تقدر تأكل لك هذا الفنجل انفكشن الفطر، تمام تقدر تقضي عليه. طبعا هذول اللي نسميهم primary response، يعني أول الخلايا الدفاعية اللي تستجيب للأمراض، وبالأخص مثلا ممكن كمثال هذه. طبعا عندك أيضا خلية ثانية اسمها neutrophils، هاي neutrophils أيضا تقدر تقضي لك على fungal infection. neutrophils أيضا neutrophil
وبعدين طبعا هذول كلهم برايمري ريسبونس يعني الاستجابة الأولية، وبعدين عندنا خلايا متخصصة أكثر أقوى من هذه الخلايا تجي تتولى الأمر اللي هي الخلايا التائية أو التي لمفو سايت، تي لمفو سايت، وهي وظيفتها انه تقضيك. طبعا عندنا تي لمفوسايت هي التي هيلبر والتي سايتوتوكسيك، نوعين هذول مسؤولين على انه يقضون على الفطر بالاستجابه الثانويه اللي تجي بعد الاستجابه الاوليه، تكون اكثر متخصصه واقوى في الاستجابه وتدمير مثل هذه الكائنات. وبالتالي جهازك المناعي انت تمام، هذا سكندري يعني، فبالتالي جهازك المناعي قادر انه يقضي على الفطريات هذه. لكن قلت لكم نقص في هذه الخلايا يؤدي لك الى الاصابه. طيب هسه انتم اللي سمعتوا انه مرضى كورونا او مرضى الكوفيد 19 صار بهم هذا المرض، هذا الكلام صحيح لكن مو دقيق 100%، وراح اشوفكم بالادله ومجلات علميه شنو اللي صار بالضبط. هذا المرض اذا نجي نتكلم سابقا عند منو كنا نشوفه، هذا المرض كنا نشوفه سابقا عند الناس اللي عندهم حالة نسميها اميونو ديفيشنسي، يعني حالة نقص مناعة، مثل مرضى منو؟ مثل المرضى اللي عندهم لوكيميا سرطانات الدم، وبالتالي عندهم خلل في الخلايا الدفاعية فيصير عندهم هذا المرض، مثل المرضى اللي ياخذون كمية كبيرة من الستيرويد اللي هي أدوية الكورتيزول والشبيهة إلى الأدوية اللي تثبط المناعة ولمده طويله، فكان عندهم المناعه تكون مثبطه فممكن يصابون بهذه الامراض، ومن ضمنها الميكور مايوكوسيس اللي هو الفطر الاسود. وايضا ممكن كان ايضا يصيب اللي يعني هم يزرعون اللي يقومون بزراعه الاعضاء، فحتى الجسم لا يرفض هذا العضو كانوا ايضا ياخذون ادويه مثبطة للمناعة، وأيضا كورتيزول ممكن كانوا يأخذون قسم من هذول المرضى، وبالتالي صار عندهم هذا الشيء. هذا سابق عندما أتكلم قبل كورونا أيضا، وأيضا اللي عندهم وبالأخص اللي عندهم مرض السكري اللي ما مسيطرين على السكر وعندهم حالات دايبتيك كيتو أسيدوسس أو التحمض الكيتوني، السكري هذول هم الأكثر عرضة من ضمن هذول كل اللي ذكرتهم المرضى السكري. ليش؟ كون كمية السكر العالية بالدم أيضا تأثر بشكل واسع على عمل الجهاز المناعي، وبالتالي لما تزداد نسبة السكر بالدم لدرجة عالية جدا خاصة يصير عندهم مثل تحمض كيتوني، هذا يؤدي لك أيضا إلى تثبيط كبير بالجهاز المناعي، وبالتالي فرصة مؤاتية للإصابة. أيضا في أسباب ثانية للمرض السكر يعني تضعف مناعتهم فيصير عندهم هذه الحالة، فكانت حصرا في هذول الأشخاص، وبقلت لكم بالأخص مرضى السكري اللي يصير عندهم تحمض كيتوني. أما اليوم فضفنا القائمة مرضى اللي عندهم أو قسم من المرضى اللي عندهم صابوا بالكوفيد 19، واللي قسم الكبير من عندهم هم أصلاً مرضى السكري نفسهم اللي قبل كانوا ينصابون، يعني أصلاً من ضمن المجموعة الخطرة. ليش؟ إذا انصابوا يا كورونا أو كوفيد 19 مع هو أصلاً يعني عنده سكري، فطبعاً ممكن جهاز المناعي خاصة إذا كان ما يسيطر على السكر وما مهتم لي صحته بشكل جيد أو صار عنده مضاعفات خطرة لمرض الكوفيد 19 كان دا يأخذ أدوية أيضا مثبتة للمناعة، فبهذه الحالة يكون عرضة لهذا المرض. ماذا اللي حبيتكم تفهموا أنه ما يصيب كل شخص. طيب وبعض أيضا بعض الحالات القليلة اللي ناس ما عندهم سكري وما عندهم أي شيء ثاني، فقط مجرد أصابوا بكوفيد 19 أو كورونا صار عندهم هذا المرض. ليش؟ لأن أيضا كورونا مثل ما نعرف أو الكوفيد 19 هذا الفيروس، فيروس كورونا المستجد هذا ينهك الجهاز المناعي للشخص اللي انصاب به، وبالتالي الجهاز المناعي بعد حرب طويلة ويا هذا الفيروس حتى وإن كان شخص منكم بدأ يأخذ كمية كبيرة من المثبطات المناعية، فقسم من الناس مو الكل، قسم من الناس يكون الجهاز المناعي منهك بدرجة كبيرة حتى بعد مدة بسيطة من التعافي يكون منهك، وبالتالي يكون عرضة الشخص في هاي الفترة كونك أنت دخلت بحرب شرسة ويا مرض خطير، وبالتالي لما تخرج من هذه الحرفة مرات يكون جهاز مناعي منهك بدرجة كبيرة، وبالتالي يكون عرضة انه ممكن مرض بسيط، من دا اقول هو صح مرض خطر بس يعني مو مرض قوي، لكن ممكن ذاك الوقت يتغلب على الجهاز المناعي ويسبب هذه الحالة. فهذه هي الفكرة بالموضوع، يعني الفكرة بالموضوع انه بالنهاية حتى انت تصاب بمثل هذا المرض، مرض فطري مثل الفطر الاسود، وطبعا غير امراض فطرية كثيرة احنا عندنا، مو فقط هذا الفطر الوحيد اللي يصيب الناس اللي عندهم نقص بالمناعة، لكن كمثال هذا الشيء اللي اشتهر عند الناس والناس بدأت تعرفه فبيصير كلام عليه، فحبيت اوضحه يعني في هذه الحالة راح يصير عندنا هذه الحالة. طيب
على شوية أتكلم على المرض وكيفية علاجه، هل هذا المرض يتعالج أو ما يتعالج والكل راح يموت من عنده لما ينصاب. على شوية نتكلم على هذا الموضوع. طيب هذا المرض هواي ناس يتسألون شلون ينتقل، وأنا مثل ما قلت لكم هذا المرض موجود بالهواء بشكل عادي، خاصة في الأماكن الرطبة، الأماكن اللي بيها غبار وتربة كثيرة ويكون تربة رطبة وغيرها، يعني من الأماكن اللي تتواجد بها الفطريات، فهو موجود حولنا يعني، وبالأخص في الأماكن الرطبة ومرات في الأخشاب الرطبة وغيرها يكون موجود. طبعا يدخل من خلال أي جروح مفتوح بالجلد أو من خلال النيزل ساينسز، يعني مجرد من الأنف راح يدخل مع الهواء، وهذا هو اللي طبعا اللي دا يصير، هذا أغلب المرضى اللي دا يستخدم كورونا دا يدخل من خلال التجاويف الموجودة بالأنف بالنيزل ساينسز، يدخل يروح على تجاويف كثيرة، التجاويف الموجودة بالأنف اللي هي طبعا عندنا احنا الجيوب الأنفية مثل السفينويدال والفرونتال والطبعا والإثمويد وغيرها، هذه المكزيلاري مثلا نيزل ساينسز، وهذه الموجودة بالرأس، تجاويف موجودة في الجمجمة هي تجاويف الجيوب الأنفية هذه، وبالتالي لما يدخل في هذه التجاويف يبدأ يتكاثر ويبدأ ينمو، وخاصة قلت لكم عند شخص هو لازم يكون مناعته ضعيفة. طبعا لما يدخل بهذه التجاويف ممكن من هذه التجاويف طبعا راح ينتقل إلى محجر العين أيضا ويسوي له بري أوربيتال حول العين، وهذا اللي شفتوه في بعض الناس إنه يصير عندهم المرض حول العين، وطبعا بعدين ممكن من خلال العصب البصري أو مباشرة من خلال الساينسز من خلال التجاويف يبدأ يأكل هذا الفطر من خلال الجيوب الأنفية هذه نفسها ويدخل مباشرة إلى الدماغ، وهنا طبعا مكمل الخطورة، ولما يوصل للدماغ فهنا تصير الحالة خطرة جدا، وممكن تؤدي في قسم كبير من الحالات لما توصل إلى هذه المرحلة المتقدمة إلى الوفاة. وطبعا هنا أنا أريد أقول لكم شغلة، ليش سمي بالفطر الأسود؟ مو لأن هو نفسه أسود، لا، لأنه هذول الناس لما هذا الفطر يصيبهم اللي يصير شنو؟ داخل التجاويف الأنفية هذه اللي يصير أنه هذا الفطر يؤدي لك إلى حالة نسميها نكروسيز، موت في الخلايا ونخر في الخلايا، نسميها نكروتيك تيشيو، تمام، نيكروتيك تيشيو. إضافة إلى ذلك يسوي لك بليدينج نزيف، فهذا خلينا نقول المتكثف من الخلايا الميتة والنزيف والدم المتجلط لما يخرج من الأنف يخرج كقطع سوداء، يخرج كسائل مخاطي أسود، يخرج كسائل مخاطي أسود، وبذلك يعني يصير عندنا الديسشارج يخرج من المخاط. احنا نعرف شغلة اسمها راني نوز، الأنف لما يصير بزكام أو شيء يخرج منه مخاط، هنا المخاط راح يخرج راح يكون لونه مائل إلى السواد، فبالتالي طبعا لذلك سمي بالفطر الأسود أو عرف بالفطر الأسود، لأن يعني يسوي لك نخر ونزيف داخل هذه المناطق، وبالتالي طبعا وراها ممكن يروح إلى الدماغ، وهذا الخطرة يعني خلاص ممكن يوصل الشخص إلى الموت المحتم، ولذلك أيضا علاجه صعب جراحيا راح نتكلم عليه. طيب فهذا اللي يصير. خلينا نجي شوي نتكلم على التشخيص لهذا المرض. التشخيص طبعا يتم من خلال انه اول مره هو كلينيكالي، احنا يعني بشكل كلينيكي انه الشخص اللي معرض اكثر للاصابه هو شخص يكون عنده نقص بالمناعه، فنتوقع هذا المرض فتظهر عليه اعراض خطره، وبالاخص مثل هذا الديسشارج الأسود، وطبعا ممكن أيضا يصير في حول محجر العين التهاب شديد، أيضا في منطقة الجيوب الأنفية هذه فيظهر هذه الفكرة. طب إذا شكينا شو نسوي؟ نأخذ عينة ونشوفها تحت المجهر باستخدام الـ KOH اللي هو بوتاسيوم هيدروكسيد. البوتاسيوم هيدروكسيد إلى القدرة يصبغ شغلة بالفطر اسمها هايفي. شنو هايفي حتى بس تفهمون؟ أي فطر من يعني اي فطر، خلي بس ارسم لكم حتى تفهمون شنو قصدي بالهايفي. اي فطر هو يتكون من خلايا، الخلايا مع بعضها تسوي لك مثل الاغصان ومثل الشجره يتفرع، تمام، بهذا الشكل كمثال يعني دا ارسمه توضيحي. هذه هسه هذه كلها اسمها هايفي، هذه اسمها هايفي. هايفي يعني هو مثل الغصن ودا يتفرع. زين هاي الفطريات بشكل عام دا تلاحظون اكو هنا حواجز سبتة، يعني حواجز سبتم، حواجز بين مجموعات الخلايا اللي تسوي لك الهايفي هذه.
هذا الفطر اللي يميزه شنو؟ انتبهوا علي حتى تشوف يعني اللي يسمعوني يمكن التحليلات المرضية أيضا يفهمون اللي دا أقول الكلام، إنه هذا الفطر الهاي في الخاصة بي ما بيها سبتة بهذا الشكل تصير، عبارة عن خلايا متصلة ما بيها سبتة. وشنو لما يصير عندك البرانش تفرع، لما يصير عندك برانش يصير هذا البرانش بزاوية 90 قائمة على القبلة. خلي شوية أرسمه بشكل أوضح حتى تفهمون قصدي. يعني لو رسمنا هذا هاي في يمتد مجموعات خلايا تتكون لك غصن الفطر هذا، لما تريد يصير برانش تريد يصير تفرع يصير بزاوية 90 على اللي قبله، وهذا خاص بي. فلو شفت أنت هاي في شفت هاي في مائل بزاوية قائمة 90 درجة، بزاوية 90 درجة، فهذا ممكن انه يكون، وطبعا هو يكون يعني فطر الميوكو مايوكوسيس، وهو ايضا تعتمد على التشخيص الكلينيكي يعني الكلينيكال السريري، فباستخدام الكي او اتش وبالمجهر ايضا يتم توثيق التشخيص اضافه الى الاعراض اللي تظهر على المريض مثل المخاط الاسود هذا وغيره من الامور اللي تظهر على المريض. طيب شنو اللي نقدر نسويه حتى نعالج هذا المريض؟ العلاج لهذا المريض اولا باستخدام علاج واحد. انا طبعا اكو اشاعات ظهرت حول انه اكو علاجات واعشاب وغيرها من الامور، صراحه كل هذه الامور ما راح تفيد. هذا مرض لما يصيب الانسان يكون خطر جدا وقوي جدا. العلاج الوحيد اللي نملكه حاليا هو عبارة عن دواء اسمه أمفوتيراسين بي. أمفوتيراسين بي هذا العلاج الوحيد اللي نملكه، الأمفوتيراسين بي. طبعا هذا الأمفوتيراسين بي ليش نستخدمه في هاي الحالة؟ الأمفوتيراسين بي بس حتى تفهمون هذا العلاج هو علاج فطري قوي، ما نستخدمه في أغلب الحالات الفطرية إلا في حالات الفطريات الشديدة وبالأخص اللي تروح إلى الدماغ. ليش؟ لأن هذا إلى القدرة أنه يعبر حاجز الدماغ. أكو حاجز يمنع الأدوية ويمنع المواد الكيميائية توصل للدماغ، يفصل بين الأوعية الدموية وبين الدماغ نفسه، اسمه blood brain barrier. فهذا يقدر يخترق البلاد برين بارير ولذلك يستخدم في هذه الحالة. لكن هذا مشكلته طبعا مرات يسموه أنفوتيربل، يعني الأنفوتيراسين الرهيب. ليش؟ لأن عنده أعراض خطيرة جدا. ببعض الحالات يسوي لنا أخطر أعراض أنه هو يكون رينال توكسيك، يعني سام للكلية، أيضا له تأثير على الكبد وله أعراض كثيرة على الجهاز الهضمي، ممكن يدي لك إلى غثيان وتقيؤ، بس بالأخص هو أكثر أعراض خطيرة إلا ممكن يسوي لك فشل أو أنه يؤدي لك إلى تسمم بالكلية رينال توكسيك. بس أنه هو هذا خيار الوحيد، ما عندك علاج ثاني أفضل من عنده لهذا المرض، وبالتالي مضطر أنت تنطي الأنفوتيراسين بي وتتحمل حتى وإن كان أكو أعراض جانبية في بعض الحالات. حسب تقدير هنا أنا الطبيب المختص، ما أقدر يعني أقول أنه وين توقف أو وين تستخدم، هذا يعتمد على الطبيب المختص المعالج للحالة حسب تقديره هو استخدامه يعني يكون يعني أو يوقف يكمل عليه، هذا هو يعلم حسب كل حالة. فهذا الأنفوتيراسين، فهذا كلام مو أنه حتى تغير علاج أو حتى تستمر بعلاج، لا، هذا هو بس تبيان للموضوع. لكن بالنهاية فهو العلاج الوحيد اللي عندنا لهذا المرض. والشغلة الثانية هي في هذه الحالة يكون علاج جراحي، أنه نحاول نزيل المناطق اللي تجمع بها. طبعا هذا يؤدي لك إلى مرات بتر أو إزالة جزء من العين، جزء من الوجه في هذه الحالة، وإزالة جزء من الجيوب المصابة أو المناطق المصابة الوجه حتى لا تروح للدماغ. فنسوي شغلة اسمها surgical debridement. surgical debridement يعني حاول ننظف، وطبعا هذا يؤدي لك إلى تشوه في الوجه، لكن هو خيار يعني نضطر عليه حتى لا يموت المريض. وقسم من المرضى اللي يعيشون مع تشوهات دائمية بسبب هذا المرض في هذه الحالة. فهذا هي العلاج الوحيد اللي نملكه لهذا المرض. بس خلي هسه قبل ما أنهي الموضوع أتكلم على أشياء مهمة يعني ذكرتها، مثلا مجلة ساينس دايركت، واللي يحب المقالة أيضا راح أخليها في رابط الفيديو يقدر يطلع عليها. اللي يهمني من هاي المقالة خل نجي على الريزالت. هذول طبعا مسوين دراسة على الناس اللي يصيبوا ب
هذا المرض الميوكو مايوكوسيز ويا كوفيد 19. فطبعا لحين ما شفت هذه أو لحين وقت الدراسة كانوا مصابين تقريبا 182 من عندهم بالهند والبقية 19 حالة يعني حول العالم. فالمهم فكانت الدراسة اللي وضحتها أنه الأغلبية المصابين هم رجال، قسم منهم كانوا حاليا عندهم المرض وبنسبة 59% و 46% كانوا يعني متعافين من المرض. طيب 80% من الحالات كانوا من الناس اللي عندهم سكري، دايبيتس ميليتوس يعني سكري، فيعني هم اصلا كان عندهم مرض السكري. فمثل ما قلت لكم يعني يعتبر مرض السكري هو الخطوره الاكثر في هذه الحاله، ولذلك مرض السكري عليهم العنايه بضبط مستويات السكر بالدم وعدم الاستهانه بالوقايه من فيروس كورونا. طيب والخاصة الحالات 14% من الحالات كانوا عندهم الدايابيتيك كيتوسيدوسيس أو التحمض الكيتوني. فمثل ما قلت لكم يعني الأغلبية اللي هم أنصابوا هم اللي كان عندهم أصلا سكري، وبالتالي يرجعون لنفس الفقرة اللي ذكرناها بالأول اللي هي نقص المناعة. طبعا المصابين أيضا بكورونا أيضا يستخدمون كورتيكوستيرويد، فكان 76% من الحالات المصابة هي كانت ضمن اللي يستخدمون الكورتيكوستيرويد اللي هي أدوية الكورتيزول والمشابهة إلها اللي مثبطة للمناعة. وطبعا هنا كلامي مو أنه الشخص المصاب بكورونا ما يأخذ هاي الأدوية بتاتا، لأنه في بعض الحالات أنقذت حياة كثير من الناس هاي الأدوية، لأن هي سلاح ذو حدين. فلذلك الطبيب المختص هو اللي يقرر لك تكمل أو لا وش قد الجرعة، لأن أيضا تعتمد على الجرعة في هذه الحالات. وبالتالي هنا نحاولوا أنه توفقون الأمور ويا طبيبكم المختص، مو تلغي الدواء من كيفك أو تأخذ دواء بكمية كبيرة يعني بشكل غير مسيطر عليه. أدوية الكورتيزول والأدوية الشبيهة بها الكورتيكوستيرويد اللي هي الأدوية المثبطة المناعة، هذه أدوية سلاح ذو حدين، ترفع نسبة السكر بالدم، ثبط الجهاز المناعي، لكنه تقي من يعني مضاعفات كثيرة كانت راح تصير ويا كورونا، ففادت ولولاها كان ماتوا ناس كثير انه فادتهم. لكن بالنهايه هي ايضا لها جانب ممكن يؤدي الى مضاعفات، فهنا لازم تتوازن الامور. فلا يعني كلامي هذا يؤدي انه توقف دواء انت تاخذه وكون انت تستمر عليه بسبب حاله معينه شاف الطبيب انه من الضروري. لكن في كثير من للاسف يعني في كثير من الناس بداوا ياخذون هذه الادويه بدون مراجعه اي طبيب، مجرد هو سمع بروتوكول علاجي بدا هو ياخذ كورتيزول، بدا ياخذ هو ممكن شاب يعني مناعته جيده ما محتاج ممكن كان لهذه الادويه، فراح اخذها بدون وصفه طبيه، متصور ان الامور كل ما زادت هي احسن. لا مو بهذا المعنى. فكانوا 76% من الحالات هم اللي يعني ياخذون كورتيزول، والأغلبية طبعا صار عندهم الإصابة بالجيوب الأنفية، وقسم بالرينو أوربيتال يعني بالعين وأدى إلى الدماغ، وقسم هم الأكثرية بالجيوب الأنفية. طيب الدلالة من هذه الكونكلوجين الأغلبية هم اللي كانوا مصابين بالسكري، فيعتبر السكري هو أهم علامة خاصة ويا مرض كوفيد 19 أنه يزيد الإصابة بالميوكو مايوكوسيس. وبالتالي أهم شيء لازم يسووه انه يحاولون المرضى انه دائما ينظمون نسبة السكر، ويحاولون نسبة الجلوكوز يعني سكر الدم تكون منتظمة، وايضا استخدام الحكيم للكورتيكوستيرويد او العلاجات الاستيرويدية هذه مثل الكورتيزول ومشابهاتها ضمن مرضى كوفيد 19. طيب فهذا ايضا حبيت انطيكم دلاله. طيب اكو ناس دي يسالون هل هذا المرض ينتقل بين الاشخاص؟ هل ممكن يصير مثل كورونا؟ السي دي سي طبعا اللي هي منظمه مسؤوله عن الامراض الوبائيه موجود مقرها في امريكا، السي دي سي ذكرت انه هذا المرض ما ينتقل، انتبهوا على هذا الكلام، إزرير يعني نادر، وهو شائع في الناس اللي عندهم مشاكل صحية. هذا المرض ينتقل من خلال ملامسة السبورز اللي هي الأسطح اللي تحتوي على الأبواغ لهذه، لكن ما ينتقل من شخص إلى آخر. شوفوا no mucormycosis cannot spread between people or between people and animal، يعني ما يقدر ينتقل بين الناس وبين الحيوان والبشر أو بين الناس عامة، لأنه في إشاعات كثيرة صارت إنه قناة الأكسجين هي اللي تحتوي على هذا الفطر، أو من خلال قناة الأكسجين ده ينقل، أو الفيس ماسك أو غيره. لا، هذه ترى هي الفطريات موجودة بالبيئة، ولذلك أفضل وسيلة حتى توقي نفسك من هذه الفطريات هي إنه أنت تكون مناعتك جيدة وتكون غير مصاب
بكورونا. ولذلك أفضل وسيلة حتى تقي نفسك حرفيا من الإصابة بالفطر الأسود، حاول أنه ما تنصاب بكورونا، فاستخدم طرق الوقاية من كورونا حتى تتجنب أنه تنصاب بكورونا، وبالتالي أنت، وخاصة إذا أنت كنت شخص يعني ما عنده مشاكل صحية ثانية، فشنو المشكلة؟ ما راح تنصاب أصلا بهذا المرض. هذا المرض من الأمراض اللي ما تنتقل مثل كورونا بين الناس بهذا الشكل السريع الانتشار، وبالتالي تسوي لك مرض وبائي، بانديميك عالمي، مرض وبائي عالمي مثل كورونا، لكنه يصيب الناس اللي هم مناعتهم ضعيفة. وهذا المرض كان موجود قبل بس ما كان مسلط عليه إعلاميا، لأنه ما حد كان يعني كان حنظم النادر الحالات اللي مناعية ضعيفة، اللي عندهم مناعة ضعيفة، عندهم أمراض كثيرة عندت لهم إلى هذه الحالة، فكان ما منتشر، الناس ما تعرف عليه. بسبب كورونا ظهرت حالات أكثر يعني أدت لك إلى مشاكل صحية أكثر، خاصة عند مرضى السكري، وبالتالي صار عندهم ضعف بالمناعة أكثر. ناس عاديين صار عندهم ضعف مناعة من وراء كورونا، ومن وراء أيضا الأدوية اللي أخذوهم مثبطة للمناعة، وبالتالي ظهرت هذه الحالة أكثر فصار عليها هذا الكلام. وطبعا هذه لستة بالناس اللي أكثر كانوا ينصابون بي، اللي هم عندهم سرطان، عندهم زراعة أعضاء، مرضى المصابين بالسكري، غيرها يعني هواية اللي يأخذون أدوية. والمهم في أمراض كثيرة تؤدي لك إلى ضعف المناعة موجودة، يعني باختصاص الطبي يقدرون يقروها خالي لهم إياها قدامهم. فهذا بالنسبة لهذا المرض. فنصيحتي لكم تمسكوا بالعلم، لأن يعني العلم هو اللي يخليك تفهم الأمور بمضامينها بدون إشاعات. حاولوا عدم نقل الإشاعات، لأنه الخوف مو صحيح أنه تنقل للناس، وكلام الواتساب وغيره مو هو تبني عليه يعني معلوماتك. حاول تتعلم أكثر، حاول تعرف، حاول تسأل وتستفسر على كل شيء تسمع. الآن هذا الفيديو اللي سمعته من عندي، استفسر، اسأل، شكك، ماكو مشكلة حتى تتأكد من المعلومة. مو أي شيء تتناقلوا بيناتكم وبالتالي ممكن تسبب ذعر لبعض الناس فيعرفون أمور بغير حقيقتها. فهذا حبيت أقوله. أفضل وسيلة، أفضل وسيلة حاليا لأي شخص خايف، خاصة إذا كان مصاب بالسكري أو غيره، فالوقاية من كورونا. حاول تتجنب أنت أنه تصاب بكورونا، فبالتالي أنت ما راح تصاب بهذا المرض. وحاول تنظم السكر بالنسبة أنت إذا عندك سكري، حاول تنظم نسبة السكر بالدم، وبالتالي أنت راح تكون في وقاية من هذا المرض. هذا المرض الأفضل الوقاية منه. طبعا CDC أيضا في بحث ثاني في بعض الحالات نشرت أنه نسبة النجاة من هذا المرض 50-50، يعني 50-50، ممكن أن نسبة الوفاة 50% ونسبة النجاة 50%. وطبعا عند مرضى كورونا العاديين ممكن نزلت لهذه إلى 30%، مو 50%، يعني فقط 30% نسبة الوفيات و 70% نسبة الشفاء. فالمهم، فبعنا الكلام أنه أكو نسبة وفيات عالية بهذا المرض لو انصاب به شخص، لأنه مرض خطير لو كان جهازك المناعي غير قادر على تحمله، وبالتالي ممكن يروح إلى الدماغ ويؤدي إلى الوفاة في هذه الحالة، في قسم كثير من الحالات للأسف يعني. فهو مرض ما نستهين به، لكن بنفس الوقت فهمنا أنه هو ما يصيب شخص جهازه المناعي بكفاءة عالية، وبالتالي أتصور وضحت المسألة بالنسبة لكم. فحاولوا تكملون على الوقاية من كورونا، حاولوا أنه تكونون بصحة وعافية، وحاولوا دائما تزيدون من صحة جهازكم المناعي. أتمنى لكم يوم طيب، وألقاكم بفيديو آخر. وياكم كان عمر القيسي، مع السلامة.